استعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من المحافظات، البداية دايما من العاصمة القاهرة وتحديدا من طريق رئيسي جدا هو صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي سيولة مرورية نسبية هتفضل مكملة معانا لحد طريق الفسطاط وصولا إلى القلعة وعند نفق الملك الصالح والتقاطع مع طريق الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات المرورية في هذه المنطقة. الكورنيش من المظلات لمنطقة وسط البلد بتشهد حاليا كثافات مرورية متحركة وكمان في نفس الاتجاه المعاكس. نروح مع حضراتكم من القاهرة للجيزة. الجيزة بتشهد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين، نفس السيولة موجودة كمان في شارع السودان على كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان وتحديدا عند شارع السودان أمام محطة المترو بتظهر بعض الكثافات المرورية المتوسطة. اللي جاي من كوبري فيصل للدقي هيروح من خلال طريق الواحات هيلاقي بعض الكثافات المرورية المتقطعة، حركة السيارات منتظمة إلى جانب الطريق الدائري، كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة اللي جاي من مناطق زي الفردوس ووصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، بيظهر تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم كمان من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام. نروح مع حضراتكم لمحافظة الإسماعيلية هنلاقي إن الشارع الرئيسي طريق عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق الكورنيش في الإسماعيلية بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة ومبنى الجامعة. كمان الطريق المتجه للإسماعيلية فيه سيولة مرورية خصوصا الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي للي جاي من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها يعني نقدر نقول كده كثافات متحركة ولا تؤثر على سير حركة السيارات. ننتقل من الإسماعيلية جنوبا إلى الصعيد ونروح من سوهاج تحديدا محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد بعض الكثافات النسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي سيولة مرورية في هذا الطريق، كمان في بعض الكثافات المتوسطة عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد طبعا في ساعة الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير داخل محافظة سوهاج. خلونا نستعرض مع حضراتكم كمان جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استقرار وانخفاض لدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل. في الصباح الباكر مائل للحرارة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 29 درجة وأقل درجة بتسجلها مطروح 28 درجة، أيضا أسوان العظمى فيها 35 درجة. هنتابع طبعا مع حضراتكم بالتفصيل أحوال الطقس لكن كمان شوية.